اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا وكأن الانتواء كشف الاحتواء، ونتمنى الاستفادة من دروس كأس العرب، لكن يبقى الآن كلام كثير في الغربال. كل الرجاء السوبر يا أبطال، ده مناجدة كل جماهير الأهلي الغفيرة للاعبيها وهم يتوجهون غدا الجمعة إن شاء الله إلى العاصمة القطرية الدوحة عشان يلاقي الأهلي فريق الرجاء. المباراة يوم الأربعاء اللي جاي، المباراة الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، هتكون في ملعب أحمد بن علي في نادي الريان غرب العاصمة الدوحة. الأهلي يدخل هذه المباراة بطل دوري الأبطال، والرجاء بطل الكونفدرالية. الأهلي فاز بهذا اللقب السوبر 7 مرات من قبل، بينما الرجاء فاز بهذا اللقب مرتين. الأهلي القيمة التسويقية بتاعته تبلغ 31.35 مليون يورو. بيرسيتاو اللاعب الأغلى بقيمة 3 مليون يورو، بينما الرجاء المغربي قيمته التسويقية 10.60 مليون يورو، وأنيس زينيتي الأغلى وسعره 1 مليون يورو. في الدوري المحلي الآن الأهلي بيتصدر الدوري ب 18 نقطة من 6 مباريات علامة كاملة، بينما الرجاء هو الثاني خلف غريمه التقليد الوداد ب 24 نقطة من 12 مباراة، وعنده مباراة مهمة بكرة. حالة الرجاء، استعدادات الرجاء، حالته قبل ما يتوجه إلى الدوحة، معنا على الهاتف عبر سكايبي من الدار البيضاء المحلل الرياضي الكابتن محمد عزيز، المحلل الرياضي المغربي من المغرب. استاذ محمد اهلا بيك. مساء الخير عليكم، وانا سعيد اكون يعني في ملك وكتابه مع رمز من رموز النادي الاهلي الكابتن عادل القيعي، ومع حضرتك استاذ ابراهيم. انا مصري مش مغربي على فكره. طبعا مصري، طبعا طبعا، حتى وان كنت عزيز لكن كله مصر عزيز برضه. الله يبارك لك يا رب. الرجاء هندخل في الموضوع على طول. الرجاء طبعا فريق قوي جدا وعامل استعداد قويه للسوبر، دخل معسكر يوم الاثنين الماضي في المعموره في مجمع المنتجع الملك محمد السادس الرياضي. طبعا ده كله على حساب الاتحاد المغربي، وهنا نتكلم بقى الاتحاد المغربي ازاي بيبقى واقف ورا الانديه بتاعته بقوه في الكاف يعني. طبعا طبعا الرجاء عنده مشاكل كثيره، مدرب جديد البلجيكي مأمار، حاول يعني بقاله مباريتين بالضبط مع الفريق، وقدم مباراتين وديتين. المباراة الأولانية كانت مع الشباب المحمدي وكسبها المحمدية كسبها يعني بصعوبة جدا 2-1، والمباراة الثانية في البطولة المغربية كانت هزيمة يعني قوية من أولمبيك أسفي، وعمل ترجة كبيرة إن هو المدرب البلجيكي حاول يعمل يغير في المراكز، ولكن لغاية الآن ما وقفش على التشكيلة الرسمية للرجاء. طبعا الرجاء في الفترة الأخيرة أستاذ إبراهيم بيعاني، كان السنوات الماضية بيعاني من ضائقة مالية قوية يعني، وبسببها تخلى عن أهم 2 في الفريق يعني القوة الضاربة له في الهجوم، سفيان رحيمي وملانجو الكونغولي. سفيان راح العين الإماراتي وملانجو راح الشارقة الإماراتي، و طبعا فاز ببطوله كاس العرب والكونفدراليه، قدر يعني يسيطر شويه على المشاكل الماليه، ولكن في مشاكل اكتر هي غرفه الملابس. غرفه الملابس دايما بيبقى فيها مشاكل في الرجاء، يعني مشاكل النجوم بتاع الفريق دايما مع المدربين، ان في حاجه مهمه لازم نعرفها، ان الانديه المغربيه ما فيهاش المنصب بتاع مدير الكوره، وهنا بحيي الكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا ان هو عامل مجهود كبير مع الفريق، ويعني مهيئ كل حاجه للموسيماني. لكن يا استاذ محمد خليني اقول لك انه الاعلام المغربي بيتحدث عن جاهزيه الرجاء باعتباره فريق كبير له شخصيته وله دايما طموحاته في مثل هذه البطولات. طبعا ده هو معروف بالنهائيات ان هو يعني بيكسب النهائيات، واخرها كاس العرب يعني.
ايوه وكمان الجمهور بعد خروج المنتخب المغربي بالصوره اللي يعني اللي احنا شفناها بدري في كاس العرب، مطالب الرجاء ان هو يفوز بالسوبر، والرجاء فريق يعني لا يستهان به، هو حامل اللقب العربي طبعا وعنده لعيبه كوره، يعني عنده لعيبه وعنده مراكز قوه في الفريق، يعني عنده عبد الله حفيظي يعني من احسن صناع اللعب اللي موجودين في الوطن العربي. أيوة. ومعاهم محسن متولي. لا يعني انا عايز اعرف بعد اذنك، هو كان له لعيبه في كاس العرب في المنتخب المغربي؟ طبعا. كام لاعب؟ ثلاث لعيبه كابتن عدلي، وكان سبب التأجيل يعني انا سألت المدير الناطق الرسمي مباشر، مع السؤال مباشر كان بيننا وبينه يعني مداخله، قلت له سبب التأجيل ايه؟ انتوا كنتوا مطالبين بالتأجيل ليه؟ قال لي احنا يعني، قلت له السبب ان انتوا عاوزين تدعموا الفرقه في يناير، فقال لي لا احنا التأجيل ان احنا كنا طالبين، ان هم كانوا قايلين لنا ان احنا هنلعب في نوفمبر في فبراير، فاما احنا لا نهاب يعني كلام قاطع، احنا لا نهاب اي فريق والرجاء بما حضر يعني، ولكن هو لهم ثلاث لعيبه مهمين مع المنتخب، محمد نهير المنتقل من الوداد، عبد الله حفيظ اللي هو يعني من احسن لعيبه خط الوسط في الوطن العربي، ومعاهم الحارس الاساسي للمنتخب انس الزنيتي، وهم موجودين حاليا في قطر يعني ما رجعوش مع المنتخب، يعني ان شاء الله بعد بكره هيسافروا هيلتحقوا بهم، طبعا بكره عندهم مباراه مهمه جدا هيجرب فيها المصابين، كان عنده يعني ثلاثه مصابين اولهم مهاجم الزمالك المنتقل حميد احداد، ومحسن متولي ده كابتن عدلي يعني من اللعيبه اللي بتمسك كرة خط النص، وهو يمكن هو اكبرهم سنا، ولكن يعني بفكرني كده بلاعب التونسي يعني اللي بيتحكم في الكرة في المنتخب التونسي، ناس ذكر فرجاني يعني، لا هو اعلى من فرجاني كمان على فكره يعني. محسن متولي، وكان بينه وبين حديث الكابتن سيد حفيظ لما كان موجود في نهائي دوري افريقيا، الحمد لله فزنا به، عنه بالذات قال لي عندهم لاعب رقم خمسه من احسن اللعيبه اللي بتمسك الكره في خط النص. ف يعني هم عندهم لعيبه كوره، وهو نقطه ضعف حاليا ان المدرب لسه ما وصلش للتشكيل المناسب للفرقه، وبيجرب اللعيبه في مراكز كتيره، عامل زي كروش كده يعني. ايوه يعني ملخبط الاوراق، ولكن هو مدرب جيد جدا، بس هو ملوش تجربه في افريقيا، يعني التجربه الوحيده كانت له مع المنتخب كوت ديفوار، وكانت حوالي 5 شهور وفشل ان هو يصعدهم لكاس العالم في روسيا يعني. واما هو كمدرب وخاض يعني مسك منتخب بلجيكا من 2014 ل 2016، ووصل بهم لكاس العالم في البرازيل، ووصل لدور الاربعه وخرج من المانيا، وبعد كده الفتره اللي فاتت دي كان ماسك ايران برضو فتره قليله وفشل معاهم، دي اول تجربه مع الانديه، وهو بيامل يعني بيتطلع ان هو يعمل بطولات مع الرجاء، ولكن هو ليه فكره بس تنفيذه على ارض الواقع، الجمهور الرجاء جمهور صعب جدا وبيضغط يعني اي مباريات، يعني هو الوحيد يعني السنه اللي فاتت عمل مظاهرتين، يعني طلع بمظاهره قدام النادي عشان يقيل المدرب، وطبعا كمان في غرفه الملابس يا كابتن في مشاكل كثيره، يعني التحكم في غرفه الملابس فيها مشاكل بالنجوم. والله انا هقول لحضرتك حاجه، احنا يعني موضوع المشاكل مش المشاكل ده مش عايزين نعاول عليه قوي، لان الحقيقه اللعيبه ساعه ما بتنزل الملعب ما بتفكرش غير في نفسها. طبعا هتبقى الموضوع مختلف جدا على ارضيه الملعب، ان الرجاء اصلا هو يعني فريق كبير، هو بطل طبعاً. النهائيات يعني طبعا يعني هو لما لعب في كاس العالم للانديه ما كانش متاهل، داخل بصفته من الدوله المضيفه، ده وصل للنهائي يعني وخد كاس العرب بعديها. متولي يا كابتن كان نجم البطوله، محسن متولي اللي انا بقول لك عليه طبعاً. يعني كان وانت كنت حاضر كمان معانا هنا، كنا هناك كاس العرب. طيب
انت بتقول يا استاذ محمد في البدايه انه الاتحاد المغربي بيقدم كل التسهيلات للرجاء وعامل له معسكر على حسابه، مش كده؟ طبعا ده داعم جدا. هي دي الفرق بقى بين اتحاد قوي بيدافع عن انديته وفي ظهرهم والاتحاد بتاعنا. يعني احنا شايفين الضعف اللي احنا فيه عموما في الكره، واقول لك كمان ده هو بيدعم الانديه بمبالغ ماديه كبيره. يعني تخيل الدرجه الثانيه في المغرب فيها الفار، طبق فيها الفار، وكمان بياخد النادي بياخد حوالي 7 مليون جنيه. يعني الاتحاد برئاسه فوز الكاشا يعني حاجه محترمه جدا، وفي ظهر الانديه اللي بتلعب في البطولات الافريقيه وبيدافع عن حقوقها تماما. بعثة الرجاء تلعب مباراة بكرة وتسافر الدوحة بعد بكرة يوم السبت؟ هتسافر السبت صباحا إن شاء الله، والبعثة حوالي 40 فرد، طبعا طيارة خاصة على الـ على الـ على الاتحاد المغربي. سجلوا صفقات جديدة في القيد الاستثنائي ده؟ لا، هو ما فيش صفقات جديده، عشان كده كنت بساله السؤال، هو السبب ان انتوا عاوزين تدعموا الفريق بصفقات جديده؟ ما فيش الا حميد احداد والنهيري جاي من الوداد، ولاعب راس حربه بيكون هو البديل بتاع احداد، يعني اللي اضافوهم ثلاث صفقات. بس هم دول اللي موجودين حاليا يعني. اما ما قدروش يعوضوا يعني سفيان رحيمي وملانجو، وهم عندهم لاعب كمان مهم بس طالع صاعد، انا يعني من موهوبين زكريا الهبطي، برضه عامل مشاكل، يعني في مشاكل عندهم، ولكن انا الجهه اليسرى هي اضعف جهه حاليا في الرجاء. يعني هل هو هيلاعب بقى النهيري في باك ليفت زي ما هو بيلعب في المنتخب؟ هو اصلا باك رايت يعني، وعنده كمان الهدهودي زميل بدر بنون من الصغر ولاعب مساك قوي جدا، عنده في الارتكاز عمر عرجون وزكريا الوردي، وعندهم الجنغولي برضه فابريس انجولا، وخط الامام بقى هو يعني هو اللي فيه حافظي ومتولي، دمت هم بتوع الكوره. يعني لو مسكنا حافظي هيكون الرجاء يعني بقل كتير يعني، واحنا شفنا حافظ مردوده قد ايه في كاس العرب يعني مع المنتخب المغربي. صحيح. استاذ محمد عزيز، شاكرين ليك جدا هذه المداخله المهمه. انا سعيد بكم وسعيد ان انا كنت في ملك وكتابه يعني. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد عزيز المحلل الرياضي المصري المقيم في الدار البيضاء، وللحقيقه حطينا في الصوره كامله بشان فريق الرجاء. فريق كبير الرجاء والوداد، حاجه كبيره جدا في الكره العربيه والافريقيه، له طموحات وله قيمته. الرجاء طاغيه، الوداد والرجاء الاثنين يعني ما تقدرش تقيسها كتير، لكنه فعلا الاثنين من الانديه الكبيره.